إعاقتكم على وضع أمتار قليلة من البيت الأبيض وزهرة حشيدة ضد حظر كل مكون في الدول والمظاهر الإسلامية. عايز أقول لكم المشا جميل جدا ودوبك صلينا المغرب والظهر والعصر قدام البيت الأبيض. التعاطف ده جميل قوي حتى من جنسيات تانية غير عربية والتحذير قوي للجالية الأمنية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت موجود النهاردة هنا ليه؟ والله هنا يا للوقوف مع الست سبع دول الذي شملها الحظر. ممنوع الدخول مع الأمريكا. في ناس عندهم يعني متجنسين أمريكيين وعندهم عوائل يحبوا قدومهم إلى أمريكا. فنحب أن نطف. أنت شفين اتضررت أو حد من اللي تعرفه اتضرر من القرار؟ يعني في ناس كتير بس إن شاء الله كان أول يعني بس تعرقل الأمور شوية. في ناس كتير يعني. في يمنيين كتير في ماليزيا صح؟ في ماليزيا في جيبوتي في مصر على الأربع دول هذه. أيوة. شكرا. إن شاء الله ربي يوفق. شكرا. مادام القانون الامريكي لنا حقوق فيه واحنا متجنسين امريكيين فنطالب اقل حقوق. لازم كلنا نطالب بحقوقنا ان شاء الله. الحظر ضدنا النهارده بكره يعني ضد فلان. نعم ان شاء الله. هذا الوقوف مع جنبنا مع بعض يا شباب. حركوا كلنا نطالب بحقوقنا ان شاء الله. يا محمد.